بيقول السجن هو بيمارس في المناضل كبرياء الألم. لا نستطيع أن نعطي الصورة حقها. يوسف حرم أنه يلهو ويلعب كأطفال العالم. المناضل مروان برغوثي موجود في السجن منذ ما يقارب 13 عام، منعنا من زيارته لمدة 4 سنوات. عندما تمت الولادة كبلوا القيود في قدمي ويدي بالسرير على مدار 3 أيام. Israel is violating right now. الشعب النرويجي شعب كثير متعاطف مع قضيتنا، وبنحاول انه احنا نلفت انتباه الشارع النرويجي لهذه القضية. حرم من الحليب وعمره 40 يوم. أنا بتذكر قلت لزوجتي أصبتك في إيدك، قالت لي تقعد معبد أنا مستنيك. بالسجن كنت محروم مش بس إنك تشوف وتلتقي أسرتك، والدتك ووالدك وعائلتك، كنت محروم حتى انك تجتمع باصدقاء في داخل السجن معهم بحرية وتسامرهم.